بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الأول للجعدان المحليات الأصايل. الشوط الرئيسي للجعدان المحليات ينطلق بحفظ من الله ورعايته. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع شجرة حمد بن سالم بن عوي الشامسي من قدم لنا شجرة في الأمتار الأخيرة وسجلت 6:22. نسير مع هذا الشوط، ننطلق مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات هنا مع اللقاية الجعدان المحليات. نتابع الصدارة والمركز الأول الشبل راشد بن هادي بن بخيت العامري، بينما ننتقل إلى المركز الثاني يتقدم الشامخ محمد بن سهيل بن وديمة العامري، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث هناك الشامخ محمد بن سالم بن فاضل الكتبي، بينما رابع الأسماء مغادر محمد بن سهيل بن عويضان العامري في رابع الأسماء، بينما المركز الخامس أتابع المركز الخامس يتقدم شاهين سلطان بن هضبان بن مبارك العامري. نقلتنا إلى المركز السادس، سادس التحديات والمنافسات، يتقدم شاهين سلطان بن سليم بن سالمين الوهيبي، يقدم شاهين، بينما المركز السابع سابع الأسماء شاهين مبارك بن سعيد بن عايد الاكتبي، بينما المركز الثامن يتقدم عرنين سيف بن راشد بن مصبح المنعي، يقدم عرنين، بينما المركز التاسع أتابع هناك شاهين أحمد بن عبد الله بن محمد البادي، والمركز العاشر يتقدم اللي هو حرب سيف بن غاصب بن محمد بن خيلة العفاري. هذه النتيجة ونداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة، شعارات أبناء القبائل، شعارات غدمت من أجل التحدي ومن أجل المنافسة في ميدان الساد، ميدان الرموز والحصاد، ويتقدم على الصدارة شرط مع المركز الأول يتقدم معيوف بن حمد بن متعب العامري، من يقدم شرط معيوف بن حمد بن متعب العامري يقدم سلالة شرط. هنا هذه السلالة المعروفة والمرموقة في هذا الموقع المرموق، موقع الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني شاهين والسلالة الشاهينية سلطان بن سليم بن سالمين الوهيبي، يقدم لنا شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الشبل القادم، الشبل راشد بن هادي بن بخيت العامري يقدم الشبل. المركز الرابع عرنين سيف بن راشد بن مصبح المنعي وعينه على الجعادين عرنين، بينما المركز الخامس أتابع حرب سيف بن غاصب بن خيله العفاري قادما مع حرب. المركز السادس شوف الشامخ محمد بن سالم بن فاضل الكتبي، وصلت الأسماء، وصل مغادر محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وشوف مشاكل يبى يسبب المشاكل سيف بن سهيل بن خيره العفاري قادم مع مشاكل. وين وصلنا يا مضمرين؟ وين يا متابعين؟ الكيل لا
الأخير الكيل الخطير خلاص يا أبو عمران عود إلى مقدمة الشوط إلى شرط. بسم الله يا شرط بسم الله ما شاء الله مع هذا الانفراد. يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو حمد معيوف بن حمد بن متعب العامري يصدر الأوامر ينطلق هنا مبكرا ينفرد انفراد الفوز شرط على المركز الأول. سلالة شرط سلالة شرط معيوف أو معيوف بن حمد بن متعب العامري بن متعب العامري يرقص على أرضية ميدانه ميدان الساد. وهنا أبو حمد يبغى يزف التهاني إلى أهالي الساد يبغى يبقي التهاني في هنا في أرضية هذا الميدان ميدان الساد ميدان الرموزي والحصاد. المركز الثاني يتابع شعار بن خيرة مع مشاكل سيف بن سهيل بن خيرة الأعفاري يقدم مشاكل ولكن شرط مع 300 متر الأخير هنا يقترب من الفوز والناموس. هنا ينفرد بالكادر الفوقي والأخطام بالفعل والأخطام اللي تسميته. يا سلام يا شرط سلام بن متعب سلام 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 يا شرط سلام أسعد الله صباحك بكل خير يا أبو حمد ومشكور على هذه العروض المميزة. هنا معيوف بن حمد بن متعب العامري سلام بن متعب سلام أول أشواط الجعدان المحليات يذهب مع اللي هو أيضا شرط. بينما المركز الثاني كان فيه أيضا شاهين سلطان بن سليم بن سالمين الوهيبي. المركز الثالث مشاكل سيف بن سهيل بن خيرة. المركز الرابع مغادر محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الخامس مبارك بن عوض بالكيلة العامري مع كفو. توقيت الزمني 6:30 90 جزء من الثانية سجل معنا شرط بشعار معيوف بن حمد بن متعب العامري. تهانينا والناموس.